أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المنان والحنان من أسماء الله تعالى؟ المنان نعم ورد بحديث لا بأس به مر بكم في كتاب الفرقان، مر بكم ذكر الحديث في كتاب الفرقان منذ ليالي. أما الحنان لا، هذا لم يثبت لله سبحانه وتعالى، ليس من أسمائه الثابتة الحنان، وإن ورد في رواية ضعيفة. نعم.